السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم قناة الرادار الضائع. الصين لديها تاريخ كبير مع المأكولات اللذيذة، ولكن رغم ذلك إلا أن هذه البلاد تشتهر أيضا بصنع مجموعة من الأطعمة الطبيعية المقلدة. احتوت معظم هذه الأطعمة على النكهات الصناعية والمواد السامة وعمليات التصنيع الغير الصحية، وغالبا ما تباع هذه المواد الغذائية على الانترنت من خلال مواقع إلكترونية كبيرة مثل إيباي وأمازون. الصين تقلد حتى الأطعمة الطبيعية، البيض والملفوف من بينها. البيض المقلد مصنوع من مواد كيميائية وألوان صناعية. يتكون هذا البيض من حمض الألجينيك وشب البوتاسيوم والجيلاتين وكلوريد الكالسيوم والماء والألوان الاصطناعية. أما القشرة فهي مصنوعة من كربونات الكالسيوم. مثل هذه البيضات من الممكن أن تسبب الخرف. الجوز المحشو بالإسمنت. يبدو أن هذه الثمرة صحية تماما قبل الفتح، ولكن عند فتحها فإنك ستجد قطعا من الخرسانة ملفوفة بورق لمنع صوت احتكاك الخرسانة بالقشرة. الملح الصناعي. يعتبر الملح الصناعي غير صالح للاستهلاك نظرا لوجود بعض المواد الكيميائية التي يمكنها أن تسبب السرطان، وأيضا جعل الجسم غير قادر على امتصاص الكالسيوم. بيع الطين على أنه فلفل أسود. القوانين الصينية متساهلة للغاية، كما أنه لا يوجد هناك أي تحقيق يفيد بموت شخص بسبب هذه المنتجات. يتم استغلال هذا القانون من قبل الكثيرين لبيع الطين على أنه فلفل أسود. هذا لن يقتل الفرد، ولكنه يسبب كل أنواع التهابات المعدة. الرز المصنوع من الورق والبلاستيك. لجعل حبات الأرز هذه تبدو حقيقية، يتم خلطها مع البطاطس والراتنج المصنع، وحبات الأرز البلاستيكية هذه مضرة بالجسم بشكل كبير، وتسبب مرض القولون العصبي وعدة مشاكل في الجهاز الهضمي. الملفوف المصنوع من البلاستيك والطلاء. مثل هذه المنتجات هي بكل تأكيد محظورة، حيث يتم صناعة ثمار الملفوف من خلال أوراق بلاستيكية مطلية باللون الأخضر بشكل متقن لتبدو طبيعية. لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حذر خبراء الصحة أخيرا من انتشار أرز سام مصنوع من البطاطا الحلوة والبطاطا العادية والبلاستيك، وأشاروا إلى أنه تم تسويق هذا النوع من الأرز في كل أنحاء العالم، وخصوصا في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. فلكي لا تقعوا ضحيته، ننصحكم بأن تستخدموا إحدى هذه الطرق الأربعة لتميزوا بين الأرز الصحي وذلك البلاستيكي. الطريقة الأولى: ضعوا بضع حبوب من الأرز في كوب من الماء، فهي ستطفو على سطح الماء في حال كانت مصنوعة. ثانيا: احرقوا القليل من الأرز، ولا شك في أنكم ستكتشفون احتواءه على البلاستيك من خلال رائحته ولونه الذي يتحول إلى أسود. الطريقة الثالثة: اطحنوا بضع حبات من الأرز، وفي حال احتوى الطحين على رؤوس صغيرة احرصوا على التخلص من كل الكمية. الطريقة الرابعة: اغلوا قبضة من الأرز مع الماء ثم ضعوها في وعاء لمدة 3 أو 4 أيام، وفي حال لم يظهر الفطر أو لم يفسد فاعلموا أن الحبات تحتوي على البلاستيك، لأن البلاستيك لا يتغير مع الوقت. من الطبيعي أن أغلبنا يقوم بتخزين البيض في باب الثلاجة فور شرائه من السوق، لكن انتظر قليلا، فإنه ربما ترتكب هنا خطأ كبيرا.
إذا باب الثلاجة ليس المكان الأفضل لوضع البيض به. البيض يجب أن يخزن في علبته الأصلية المخصصة له، وأن يوضع فوق الرف الأوسط في الثلاجة من أجل تجنب التغيرات في درجات الحرارة والتلوث. حيث كتبت سارة بنويل محررة شؤون المستهلكين أن الباب ليس أكثر أجزاء الثلاجة حرارة فحسب، بل إنه الأكثر عرضة للتقلبات في درجات الحرارة كذلك. وأضافت يكون البيض في أفضل حالاته عند تخزينه في درجة حرارة ثابتة، لذلك ننصح بوضعه على الرف الأوسط. ومن أجل تحقيق السلامة المتلى في عملية التخزين، تنصح دائرة معلومات البيض في بريطانيا بوضع البيض داخل علبته التي يباع بها وفي ظل درجة حرارة ثابتة أقل من 20 درجة مئوية، وتخزينه بعيدا عن الأطعمة قوية الرائحة إذ يمتص البيض الروائح بسهولة. وتقول دائرة المعلومات: حاولوا أن تتجنبوا نقل البيض كثيرا بين درجات حرارة دافئة جدا وباردة جدا، مثل نقله من سيارة ساخنة إلى الثلاجة أو من الثلاجة إلى مطبخ ساخن. وتعد الطريقة الأفضل هي تخزين البيض في الثلاجة، وبهذه الطريقة تكون درجة الحرارة دائما ثابتة وسيصبح البيض طازجا أكثر. وتوضح سارة بنويل بأن البيض في المتاجر لا يخزن في الثلاجات، فإنه يبقى جيدا، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم المتاجر لديها متوسط درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية. السلام عليكم. اليوم سأحكي لكم قصة حقيقية، ويجب عليكم أن تأخذوها قدوة أنتم كذلك في منازلكم. فقد كشفت أم بريطانية لثلاثة أطفال كيف أصبحت ابنتها غير قادرة على المشي أو الكلام بعد تناول التونة كل يوم. وأصرت لينسي جرانت البالغة من عمر 30 عاما في مقابلة مع صحيفة الديلي ميل البريطانية أن سبب حالة ابنتها ليكسي ماي المتطهرة هو التونة المعلبة التي كانت تأكلها يوميا تقريبا. وأضافت: أنا مقتنعة بأن هذا التسمم يسبب الزئبق، قرأت شيئا في مكان ما عن امرأة كان لها نفس أعراض ليكسي وكانت تأكل التونة كل يوم، واتضح أنه تسمم بالزئبق. وأكدت أن الأطباء لم يقولوا لها ذلك حتى الآن، ولكنها متأكدة من أن السبب هو التونة، مشيرة إلى أن ابنتها أجرت العديد من اختبارات الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي ولكن لم يظهر شيء غريب، وأعلنت المستشفيات أنها لم تشهد مثل ذلك من قبل. وأوضحت أن الطفلة كانت على ما يرام حتى قبل 3 سنوات وتغير كل شيء، وولدت ليكسي طبيعية تماما حتى سن 5 سنوات، حتى أصيبت بعدوى في الأذن ووصف الطبيب لها المضادات الحيوية. ولكن في صباح اليوم التالي عندما استيقظت كانت وكأنها أصيبت بالسكتة الدماغية، وكان وجهها غير متوازن ولا يمكن أن تتحرك، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء من تفصيل ما حدث. فاحذروا إخواني أخواتي من أكل التونة يوميا، فذلك قد يؤدي إلى التسمم بالزئبق الذي هو قاتل ويصيب بالشلل في غالب الأحيان. والسلام عليكم. من المعروف أن إضافة الكثير من السكر والحليب إلى القهوة سيجعل طعمها أفضل، لكن إذا كنت تتجنب السكر أو الألبان فهناك حل واحد لإضافة مذاق لذيذ للقهوة، وهو محاولة إضافة الملح. إن إضافة قليل من الملح إلى كوب من القهوة يعمل على التخفيف من مرارة القهوة، وذلك كون الملح يقوم بدوره في سد أجزاء من براعم الذوق التي تكشف عن النكهات المرة وتمنعها من الترابط بشكل صحيح.
الكثير منا يرغب في تناول البطيخ بصورة مستمرة، ولكن أيضا الكثير منا لا يعرف أن البطيخ يشكل خطورة على صحتنا. على الرغم من أنه يمتاز بفوائد عديدة، إلا أن الكثير سيغير رأيه تماما بعد مشاهدة هذا الفيديو. فحسب ما نشر موقع هيلث الأمريكي في تقرير، فإن تناول البطيخ قد يسبب الإصابة بالسرطان، وذلك في حال فتحها ووجود ثقوب كبيرة في داخلها، ففي هذه الحالة تكون مصنعة. وكما جاء في التقرير، فإن تناول البطيخ المصنع يتسبب في الإصابة بنمو الأورام الخبيثة في الجسم، كما يعمل على إعاقة الهضم والإصابة بالغثيان والإسهال. فاحذروا من البطيخ الذي تتواجد به هذه الثقوب، فإنها تعرض حياتك لخطر الإصابة بمرض السرطان. يظن العديد من الأشخاص أن إزالة الجلد من الدجاج أمر ضروري لخسارة الوزن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت العكس، إذ أن فوائد جلد الدجاج لا تحصى ولا تعد. ويحتوي جلد الدجاج على الدهون الغير المشبعة والمفيدة لصحة القلب، كما أنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ويساعد في الوقت ذاته على الشعور بالشبع بشكل أسرع. كما أن جلد الدجاج يحتوي على النكهة المميزة ويغنيك عن استعمال الملح، إضافة إلى أنه يعمل كحاجز للزيت ويمنع امتصاصه. فإذا كنت من الأشخاص الذين يزيلون جلد الدجاج، توقف عن ذلك الآن. لا شك في أنكم تواجهون مشكلة نمو الجذور على حبات البطاطا التي تختزنونها في منازلكم، لكن بات بإمكانكم أن تتخلصوا منها من خلال اتباعكم هذه الحيلة. افتحوا الكيس الذي يحتوي على البطاطا، ضعوا في وسطه حبة من التفاح أو أكثر بحسب كمية البطاطا، فالتفاح يصدر غاز الإيثيلين الذي يمنع نمو الجذور على هذه الخضار. احفظوا كيس البطاطا في خزانة معتمة على درجة حرارة عادية، وهكذا يمكنكم الاستفادة منه لمدة 8 أسابيع تقريبا بدون نمو الجذور على حبات البطاطا.